بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا يتجدد في رحاب هذا المسجد المبارك، ولنتحدث معا أو لنتدارس معا بعض القضايا من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يعني الرسول الذي أمرنا الله تبارك وتعالى باتباعه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأسوة هي الاقتداء، والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتم إلا بمعرفة سيرته صلى الله عليه وسلم. إذن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم واجب علينا أن نتعلمها. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تساعدنا على التعامل مع الآخرين. يعني أي موقف يأتي للإنسان في حياته، سواء كان مع أصدقائه أو مع زوجته أو مع أولاده أو مع أي كان، حتى البيئة، حتى الحيوانات، يستطيع أن يجد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجد فيه الحل ويجد فيه التوجيه، لأن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم سيرة شاملة. وليس هناك أي موضوع في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لا نحتاج إليه، قبل بعثته، عند ولادته، بعد بعثته، فكلها قدوة وكلها يعني يجب علينا الاقتداء به. اللقاء الماضي كنا قد تحدثنا عن بعض المحطات من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأريد أن يذكرني أحد من أبنائي بالموضوعات التي تحدثنا عنها في المحاضرة الماضية. وشيخ أنت، تفضل. هنا تفضل. هذا من طلابي المتميزين، وكل طلابي متميزين حقيقة، يعني هؤلاء كلهم متميزون. تفضل هنا. تفضل هنا. أيوة، حياك الله. من أي بلد؟ عرف بنفسك. عرف بنفسك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أنت من النيجر ولا من نيجيريا؟ لا، من غامبيا. من غامبيا، ما شاء الله تبارك الله. أنا شعيب جاكو. شعيب، يا أهلا وسهلا شعيب. في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. حياك الله أستاذ شعيب، تفضل. في لقائنا الماضي تحدثنا عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم ورضاعته رضوان الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وتحدثنا في بدايته أنه أرسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بني سعد، ومكث هناك 4 سنوات، وحدث هناك شق صدره عليه الصلاة والسلام. وتحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث له هذه الحادثة 4 مرات في حياته، والمرة الأولى كان عمره 4 سنوات، والسبب ذلك أنه شق، كان عمره 4 سنوات، وسبب ذلك أخذ حظ الشيطان منه. والمرة الثانية حدث وكان عمره 10 سنوات، وكان ذلك انتقاله من مرحلة إلى مرحلة، حيث أن الإنسان إذا كان ينتقل من هذه المرحلة إلى تلك المرحلة يشعر بأنه ينتقل إلى مرحلة الرجولية. ومرحلة الثالثة كان عمره 40، هذا استعدادا لقاء الوحي. ومر الخامس وحدث، كان هذا عندما أرجى به إلى الإسراء والمعراج. وثم بعد ذلك تحدثنا عن حليمة السعدية،
رضي الله عنها وتحدثنا عنها هل هي أسلمت أو أدركت الإسلام أو لم تدرك وذكر الشيخ أنه هناك أصح الرواية أنها أسلمت وقبرها في بقيع رضي الله عنها ثم بعد ذلك انتقلنا إلى أم أيمن وذكر الشيخ أنها أم أيمن كانت مع أم النبي صلى الله عليه وسلم حيث خرجت إلى قبر أبيه رضي الله عنه أبيها صلى الله عليه وسلم في مدينة كان اسمها يثرب وتوفيت أمها عند العودة ورجعت أم أيمن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهناك توقفنا والرسول صلى الله عليه وسلم آنذاك كان عمره 6 سنوات وتوفيت أمها وبقيت هكذا والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أم أيمن ويقول من أراد أن يتزوج بامرأة أهل الجنة فليتزوج بأم أيمن والرسول صلى الله عليه وسلم يحبها كثيرا وكان ينظر إليها ويقول بقية أهلي أم أيمن وذكر الشيخ أيضا في لقاءتنا الماضية ليس هنا أن الرسول صلى الله عليه أم أيمن كانت خرجت إلى المدينة في أيام الحجرة وخرجت واحدة إلى المدينة وكانت صائمة وحينما غربت الشمس وحان وقت الإفطار أنزلت الدلو من الماء وشربت من الماء هنا توقفنا جزاك الله خير وبارك الله فيك أحسنت الله يبارك فيك ويحفظك ويسلمك جزاك الله خير يعني حقيقة يعني شيء جميل في غاية الجمال لأنه يعني حتى الطالب ذكر بعض القضايا الجميلة حقيقة وقفات جميلة الله يبارك فيك يا أستاذ شعيبنا إذن كما أخبر الأستاذ شعيب كنا قد توقفنا عند عودة الرسول صلى الله عليه وسلم مع مولاته أم أيمن وانتقاله إلى جده ووفاة جده وانتقاله إلى كفالة عمه أبا طالب وذكرنا أنه أبو طالب كفل الرسول صلى الله عليه وسلم وسبب اختيار عبد المطلب لأبي طالب يرجع إلى أمرين الأمر الأول ما هو؟ لأنه كان أخا شقيقا لعبد الله الأمر الثاني كان صاحب شخصية قوية ولذلك ظل ينافح ويدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة حياته حتى توفي وعمر الرسول صلى الله عليه وسلم 50 سنة في السنة 10 من البعثة وهو العام الذي يعرف في السيرة النبوية بعام الحزن لأنه توفيت السيدة خديجة وتوفي عم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتحدث صاحب الكتاب عن موضوعات أخرى من موضوعات السيرة النبوية طبعا الموضوع الذي يتحدث عنه بعد هذا وفاة آمنة ذكرناها وفاة عبد المطلب ذكرناها أيضا وطبعا هنا يتحدث عن ورقة ابن نوفل ونحن سنتحدث عنه إن شاء الله عندما يحين وقت الحديث عن ورقة ابن نوفل لكن سننتقل يعني محطة من محطات السيرة ونراح التسلسل التاريخي للأحداث إذن الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل إلى كفالة عمه وكان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذ ذاك 8 سنوات وعاش مع تحت كفالة عمه 42 سنة طيب ما هي الأحداث أو ما هي أهم الأحداث التي وقعت بعد ذلك أول قضية يتحدث عنها أصحاب السير هو خروج الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمه إلى الشام وكان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم يقول 10 والبعض يقول 11 والبعض يقول 12 المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مع عمه في تجارة إلى الشام وكان عمه متردد
متردد أن يأخذ معه الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لصعوبة الطريق وخطورتها. فلما يعني رفض أن يصطحب معه الرسول صلى الله عليه وسلم بكى صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمي لمن تتركني؟ يعني إذا ذهبت أنت، أبي توفي وأمي توفيت وجدي توفي وجدي من أمي توفي، طيب إلى من تتركني؟ فلما قال له ذلك رق له، رق يعني له، وأخذه معه. وكان طبعا من عادة قريش أن عندها رحلات تجارية، رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن، وكانت أيضا هناك لها تجارة إلى الحبشة، وهناك تجارة أيضا إلى بلاد فارس، لكن رحلتي الشتاء والصيف الذين خلدهم القرآن الكريم، طبعا العلماء يقول بأن المراد بهما رحلة اليمن ورحلة الشام. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب، وكان في قافلة تجارة، كانت هناك قافلة تجارة، ولاحظ يعني أو لاحظوا أن هناك سحاب، كلما تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم تتحرك معه، وشاهدوا هذا وشاهده الجميع، واستمروا حتى وصلوا إلى منطقة يقال لها بصرة الشام، وكان فيها راهب. راهب طبعا هو الرجل الدين النصراني الذي انقطع للعبادة، وهذا الراهب يقال له بحيرة، وقصته مذكورة حتى في بعض يعني التاريخ يعني النصارى، مذكور هذا الراهب، وبعضهم يقول له سرجس. نعم، فبحيرة الراهب كان متفرغ من فترة طويلة في هذا المكان، يعني منقطع في هذا المكان، وليس معه أحد، ليس له زوجة وليس له أولاد، يعني هم طبعا رجال الدين، أو يعني هؤلاء الذين انقطعوا للعبادة لا يتزوجون، تعرفون ذلك؟ هناك بعض الشخصيات منهم، ولذلك أحد العلماء الباقل، أعتقد أنه الباقلاني أحد العلماء الكبار، أرسله هارون الرشيد إلى يعني بالنسبة للملك الروم هرقل، طبعا ليس هرقل الذي صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا ذكرنا أنه هرقل هو لقب، أرسل إلى الخليفة هارون الرشيد أعتقد أو أحد الخلفاء العباسيين، يطلب منه أن يرسل له شخص يتفاوض معه أو يتباحث معه في أمور الدين، فأرسل له هذا العالم، يعني هل هو الباقلاني أو أحد العلماء الآخرين، المهم أنه عالم من العلماء المسلمين الكبار، ودعا هرقل رجال الدين وأراد أن يتفاوض معهم، وبدأ العالم يسلم على الملك، وبدأ يسلم على كبير رجال الدين اللي هو البابا، فقال له: كيف حالك؟ كيف حال أبنائك وزوجتك؟ فضضبوا عليه، قال: كيف تقول بأن الباب له أولاد؟ قال: أنتم تقولون إن الله له أولاد، فأنا أعتقدت ما دام تقولون أن الله له ولد فما أعتقد أن هذا عيب، لو كنت أعتقد أنه عيب. فقالوا: هذا الرجل إذا قعد في هذه، إذا جلس في هذه يعني الدولة سينتقل كل الشعب إلى مسلمين، فطردوه. وبحيرة الراهب طبعا كان يعني يعلم بأن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قربت، ولا تستغربوا هذا الأمر، لا تستغربوا هذا الأمر، فهم عندهم أخبار، والله تبارك وتعالى أخبرنا بالقرآن الكريم، في القرآن الكريم بأنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، كل الصفات الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة، وكانوا يتوقعون يعني إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم بقرب البعثة، ويعرفون أنه آخر الأنبياء، ويعرفون أنه سيكون من منطقة جبال فاران، وهي المنطقة التي تقع فيها مكة، وكان دائما يسأل: هل فيه شيء جديد؟ عندما يأتي ركب من هذه المنطقة هل فيه جديد؟ وهو رجل طبعا متفرغ، والإنسان إذا كان منقطع عن الناس يكون حاد الفهم، حاد الذكاء، يعني ليس له شيء إلا التفكير، ما عندهم العمل إلا التفكير، وبالتالي يلاحظ بعض الأشياء التي لا يلاحظها الآخرون. فالقافلة سنوية تمر عليه ولا يهتم فيها،
لكنه في هذه السنة أرسل إليهم وقال بأنه سيصنع لهم طعام، حتى أنهم استغربوا، يعني هذه ليست عادتك يا بحيرة، فلماذا؟ فالمهم أن بحيرة طبعا ماذا لاحظ؟ لاحظ السحابة التي تتحرك، ولاحظ أيضا أن الشجرة التي نزلوا تحتها على أن أغصانها تتحرك، يعني هكذا تتحرك. كيف تتحرك الشجرة؟ إذا انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكان انتقلت إليه، يعني الأشجار تميل مع الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا، فهو علم أن هناك أمرا ما، فنزل إليهم وبدأ ينظر في وجوههم. الرسول صلى الله عليه وسلم عمره حوالي 12 سنة أو 11 سنة، فأخذ بيده وقال له: أستحلفك باللات، أستحلفك باللات إلا أخبرتني عما أسألك عنه. فقال: لا تستحلفني باللات، والله لا يوجد شيء أكره إلي من اللات. إذن هذا رقم واحد، إذن كان هذا اختبار، الاختبار الأول ما هو؟ رقم واحد، يعني كره الرسول صلى الله عليه وسلم للأصنام: لا تستحلفني باللات، والله لا يوجد شيء أكره علي من اللات. إذن هذا الاختبار الأول. إذن هذا أخذ درجة السؤال الأول أخذها كاملة. ثم بعد ذلك، يعني لماذا تضحك أنت؟ لأنه صعب أن يجد درجة كاملة. أبشر بالخير، أبشر، أبشر. إذن بالنسبة لي أخذ الدرجة في هذا السؤال. ثم بعد ذلك سأل السؤال الثاني: أين والد هذا الغلام؟ فقال له عمه: أنا. فقال: ما ينبغي لهذا أن يكون والده حي، يعني حسب المواصفات الموجودة عندي هذا هو مواصفات يعني الرسول من حيث الوجه، من حيث الشكل، ولكن أيضا يعني لا يمكن أن يكون والده حي. فأخبرني، قال: أنا عمه. قال: إذن هذه واحدة. الأمر الثاني، لاحظ طريقة أكل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسلم حقيقة متميز، متميز في هيئته، في أكله، في مشيته، يعني حتى لما تنظر إلى المسلم في حركته تعرف أنه مسلم، لأنه ينظر أمامه، ولأنه يلتزم القرآن الكريم. ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ واقصد في مشيك، وإيش كمل؟ إذن بالنسبة للمسلم، وكذلك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كأنما ينحدر من علي، وكان إذا التفت يلتفت كامل، يعني دائما من علامات اهتزاز شخصية الإنسان أن يكون يمشي وهو يلتفت أحيانا يمينا وأحيانا يلتفت يسارا. فالمهم أنه المسلم عندما تراه من خلال أكله، من خلال شربه، من خلال مظهره، من خلال كل قيمه تستطيع أنك تميز. وحقيقة كل ما كان الإنسان أكثر تمسكا بدينه كان أكثر احتراما عند الآخرين. هناك بعض يعني من هو ضعيف يعني في الشخصية، إذا كان في مجتمع غير مسلم يحاول أن يتنصل عن كثير من القيم ويعتقد أن هذا تخلف، لا بالعكس، بل أن الإسلام هو الحضارة، هو التقدم. وأنظروا إلى كلام حتى غير المسلمين في الإسلام عندما يتحدثون عنه يعني من هذه الجوانب. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أكله متميزا، ثم رأى أيضا خاتم النبوة و في بين كتفيه، وطلب من عمه أن يعود به أو يرجع به إلى مكة مسرعا، لأنه إذا علمت اليهود ما علمه منه ستحاول قتله، لكن الله تبارك وتعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إذن هذه الحادثة الأولى، وهذا يدل على أن أبا طالب كان يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا، لكن الذي منعه ما هو؟ المكابرة. والله تبارك وتعالى أيضا لم يرد، يقول العلماء بأن من الحكم عدم إسلام أبو طالب، لأنه لو أسلم
لما استطاع أن يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يسلم حتى تمكن من حماية الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الرحلة، رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم الأولى إلى الشام. بعد ذلك، بعد عودة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، هناك بعض الأعمال التي قام بها وهي رعي الغنم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا ورعى الغنم. فقال له: حتى أنت؟ قال: نعم، لقد كنت أرعى الغنم بقراريط. وكلمة قراريط مبلغ من المال، بعض العلماء يقول مبلغ من المال، والبعض يقول بأنها أماكن حول مكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يعطينا على أن المسلم ينبغي أن يكون عاملا، ينبغي أن يكون منتجا ويستفيد من كل الفرص المشروعة المتاحة. فالطالب إذا تخرج من أي جامعة فلا ينبغي أن يجلس هكذا في البيت دون عمل، فلا بد أن يفكر في إيجاد وسيلة يعمل بها، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل. الرسول صلى الله عليه وسلم رعى الغنم ومارس التجارة، فلماذا نحن لا نرعى الغنم؟ وموسى عليه السلام رعى الغنم كم سنة؟ مقابل ماذا؟ مقابل ماذا؟ الزواج. هل فيكم أحد ممكن أن يرعى الغنم 10 سنوات من أجل أن يزوج؟ هل في أحد مستعد؟ وين؟ وين اللي مستعد يرعى الغنم 10 سنوات ويزوج؟ إذا كان في واحد مستعد يرفع يده، أنا أوفر له زوجة بس بشرط أن يرعى الغنم 10 سنوات. في ما فيها؟ وين؟ إذن يمشي معي. إذن بالنسبة لي يعني رعى الغنم 10 سنوات، وأنا عندي وعدي، لو في أحد يريد أن يتزوج ويتزوج امرأة صالحة مقابل أن يرعى الغنم 10 سنوات، تفضل أنت. طيب، إذن جهز حقائبك للسفر إلى موريتانيا. إذن إذا كنت تريد تفضل، الله يحييك. نعم، إذن بالنسبة لي أقول بأن يعني العمل القبيح ما هو؟ عدم العمل. يعني المسلم ينبغي أن يبتكر ويفكر ويحاول أن يستفيد من الوسائل الموجودة. يعني نعرف بعض الطلاب الذين يتخرجون من الجامعات، فإذا لم يجد عمل تدريس أو يجد إمامة أو يجد خطابة، فينبطح في البيت ويظل منبطحا فيه. هل هذا صحيح؟ هل تعرفون أشخاص بهذه الطريقة منبطحين؟ تخرجوا من الجامعات ولم يجدوا عمل وظلوا في البيوت؟ موجود. نعم، أنا أعرف أنه موجود. هل هذا يصلح؟ إذن من هو قدوتنا وإمامنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، فيستطيع الإنسان أن يبتكر أي وسيلة يستطيع أنه يستفيد منها في حياته. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت رعاء الغنم، وكذلك الأنبياء. ويقول العلماء بأن الحكمة من رعي الغنم هو أن يتعود الرسول صلى الله عليه وسلم على معالجة القضايا، لأنه راعي الغنم يعني رعي الغنم فيه صعوبة، لأنه يعالج هذه الشاة ويعالج هذه الشاة ويدفع عنها الأذى ويدفع عنها الخطر يعني ويتابعها ليلا ونهارا، وبالتالي يعني كان هذا إعدادا للرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. إذن هذه من الأمور التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عودته. هناك طبعا بعض الروايات تقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا خرج مع عمه الزبير إلى في تجارة إلى اليمن. طيب، بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في هذه السن رعى الغنم. بعد ذلك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم سافر في تجارة للسيدة خديجة. السيدة خديجة بنت خويلد الأسدية من بني أسد، وهي قرشية. هذه المرأة كانت تلقب في الجاهلية بالطاهرة، يعني تلقب بالطاهرة، وهي أفضل وسام ممكن
أن يعلق على صدر المرأة. أفضل وسام ما هو على صدر المرأة؟ الطهر والعفاف. فهي كانت في الجاهلية تلقب بماذا؟ بالطاهرة. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام ماذا كان يلقب؟ بالأمين. فانظروا إلى الصفتين كيف قربت بينهما. الطاهرة وهي من أفضل الصفات التي ممكن أن تتصف بها المرأة، والأمانة وهي من أفضل الصفات التي ممكن أن يتصف بها الرجل. هذه المرأة كانت قد تزوجت مرتين ولها ولد وبنت، وكان أبوها من أثرياء قريش وليس لها إخوة، ورثت من والدها أموال طائلة خويلد، وورثت من زوجيها أموال، وأصبحت ثرية من ثريات قريش، يعني حتى أن بعض يعني المؤرخين يقول بأنها كانت تسير قافلة لا يقل حجمها عن قافلة قريش مجتمعة، كانت صاحبة مال كبير جدا، وكانت يعني تدفع تجارتها إلى رجال مقابل مبلغ من المال، وهي طبعا الكل يتنافس عليها. لماذا؟ لوجود الصفات الأربعة التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تكون سببا في نكاح المرأة. ما هي هذه الصفات؟ ما هي الصفات؟ وهي نعم، كل هذه الصفات موجودة فيها كما ذكرت، حفظك الله ورعاك. هذه الصفات كلها موجودة فيها، الجمال يعني، ولذلك يعني معظم الناس يفكر في هذه الصفة فقط. طيب، هل الجمال صفة ثابتة ولا صفة متغيرة؟ ها؟ متغيرة. وبالتالي إذا تزوج رجل امرأة وتغير جمالها بعوامل السن أو بعوامل الزمن خلاص. لكن ما هو الشيء الثابت؟ هو الدين. المال ثابت والجمال، المال غير ثابت والجمال، الجمال غير ثابت، لكن الثبات هو الدين. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. وكل هذه الصفات الأربعة موجودة في السيدة خديجة. ولذلك كان زعماء قريش طبعا ليسوا في طمعا في دينها، وإنما في مالها ولجمالها ولمكانتها الاجتماعية، يتقاطرون إليها، يعني يخطبونها واحدا تلو الآخر. فأبو جهل، أبو لهب، العاص بن وائل، شخصيات كبيرة موجودة كانوا، لكن هي كانت ترفض لأنها كانت عندها في ذهنها مواصفات معينة للزوج الذي تريد، عندها خبرة وعندها المال وعندها الولد، فالآن تستطيع أن تختار، الآن تستطيع أن تختار لأنها يعني عندها خبرة وعندها تجربة، وتسمع عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته. فأرسلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه أن يخرج في تجارتها على أن تضعف له الثمن، يعني تعطي لأحد 10,000 تعطيه 20، تعطيه 30,000 تعطيه 60,000، على أن تضعف له. فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج في تجارة السيدة خديجة. كان للسيدة خديجة شخص مدير أعمال، سكرتير، يقال له ميسرة، ممكن تسميه بأي اسم، غلام. فالمهم أنها أرسلت ميسرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في نفر آخرين في القافلة، وطلبت من ميسرة أن يكتب لها تقرير شامل عن الرحلة، أن يسجل كل الملاحظات، كل ما رأى وكل ما سمع يسجله، لأن فعلا السيدة خديجة تفكر تفكير جدي في أنها تخطو خطوة إلى الأمام لتكون هي من يطلب يد الرسول صلى الله عليه وسلم للزواج. وهذه طبعا قضية ليست سهلة، من الصعب جدا على المرأة أن تقول يا فلان تزوجني. هل رأيتم مثل هذا؟ هل في أي بلاد، نحن الآن من بلاد مختلفة، هذه الجامعة المباركة التي تحتضن بين جنباتها أكثر من 70 بلد، يعني العالم كله موجود هنا،
هل هناك يعني بعض العادات، هل هناك بعض العادات في بعض الدول أن المرأة تتقدم إلى الرجل وهي التي تخطبه؟ هل في أحد، هل في بلد في هذا؟ نعم ها؟ موجود صعب. هناك طبعا بعض البلاد المرأة هي التي تدفع المهر، صحيح؟ أين هذه البلاد؟ أين هذه البلاد؟ لعل الطلاب يهاجرون إليها، أين هي؟ الهند؟ ما شاء الله، إذن على الهند، هي على الهند. يعني ما زال حتى الآن يعني كويس، يعني بالنسبة لي كويس، يعني عندنا طلاب من عندنا طلاب إن شاء الله يعني بعد ما يتخرجون يجدون من يعني هذا يخطبهم ويقدم لهم المهر إن شاء الله. نعم. إذن بالنسبة لي خرج ميسرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولاحظ كما لاحظ غيره الضمام التي تظله والتقاؤه ببعض الرهبان، وكذلك أيضا سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه المغايرة لأخلاق المجتمع، وجاء إلى السيدة خديجة وأخبرها بالخبر، ثم إن أيضا تجارتها تضاعفت، يعني الأرباح تضاعفت، وذلك لصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. والتاجر الصادق دائما يكون موفق، لأنك إذا أصدقت مع إنسان وقلت له هذه البضاعة فيها من العيب كذا وكذا فيجد فيكون حريص على أن يقتنيها، لأنه يعرف كل ما فيها من العيب، لكنك إذا أخفيت عليه فقلت له ما شاء الله هذه كذا فيتردد. فإذن الأمانة والصدق والقوة أيضا في العمل والنسب أيضا للرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذه الصفات بدأ جعله من السيدة خديجة تفكر في الارتباط بالرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بدأت تخطط فعلا لهذا الأمر. فكانت لها صديقة تكرمها السيدة خديجة، تقدم لها المال، وهذه الصديقة تتمنى أن تقدم للسيدة خديجة خدمة. هذه الصديقة اسمها نفيسة بنت منية، كانت صديقة للسيدة خديجة، وكانت السيدة خديجة تعطيها المال. فالسيدة تتحدث مع صديقتها فتمنت أن لو تتزوج من محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت السيدة نفيسة بنت منية الفرصة، فذهبت تبحث عن محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدته فنادته يا محمد يا محمد، فوقف الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما وقفت معه قالت له يا محمد ألا تتزوج؟ يعني ألا تتزوج؟ فشوف السؤال، هي لم تعرض عليه السيدة خديجة مباشرة، لأنها لا تريد أن تسبب إحراج، لأنه قد يقول أنا لا أريد أن أتزوج. فقالت له تريد أن تعرف هل المبدأ مبدأ الزواج هل هو موجود عند الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا؟ يعني بعض الطلاب لو عرض عليه الزواج الآن لا يقبله، لأنه في مرحلة الطلب. ولذلك يقال بأن الإنسان إذا بدأ بالعلم، وجد العلم ووجد المال ووجد النساء، وإذا وجد بالنساء فقد العلم وفقد المال، وإذا بدأ بالمال قد يجد النساء لكنه لا يجد العمل، لا يجد يعني العلم. ولذلك أفضل شيء يبدأ به الإنسان هو العلم. فطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كان جوابه يعني على السؤال، فقال لها صلى الله عليه وسلم من؟ طيب أنا إذا كنت أفكر في الزواج فمن هي المرأة التي أفكر فيها؟ هل أي امرأة؟ من؟ فقالت له السيدة خديجة. الرسول صلى الله عليه وسلم تفاجأ بالأمر، السيدة خديجة شخصية كبيرة ويعرف موقفها من رفضها للشخصيات الكبيرة التي كانت تتقدم لها، فكيف تقبل بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو طبعا ماله لا يساوي مال غيره؟ وهنا أقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا،
لم يكن فقيرا، بل كان عنده مال، ورث المال من أبيه ورث المال من أمه. وحتى أن السيدة خديجة أمهرها كم المهر الذي أمهرها؟ من يذكر؟ وين أصحاب السيرة الذي درستهم؟ كم؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شعيب نسيت ها؟ تفضل. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده مال، لم يكن، لكنه يعني بالنسبة لبعض الأشخاص يحاولون أن يبرروا يعني عدم توفيقهم في الحياة بأنهم يقولوا بأن الزهد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الزهد طبعا مطلوب، لكن ينبغي الإنسان أن يتسبب، ينبغي الإنسان أن يبحث عن عمل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده مال، لم يكن فقيرا. فقال أو ترضى هي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم تفاجأ بالسؤال، قالت نعم. فخرجت يعني نفيسة بنت منية وقد وفقت في سفارتها أو في رحلتها لتبشر السيدة خديجة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وافق على أن يتزوج، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أعمامه وتم الزواج. وانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت السيدة خديجة رضي الله عنها، وأصبح الرسول صلى الله عليه وسلم من تلك اللحظة هو أب لأسرة، لأن السيدة خديجة كانت لها ولدين، ولد وبنت من زوجين سابقين. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ظل يتاجر يعني كان له مال. وعندنا قصة لما جاء الوحي جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم وخاف الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت له السيدة خديجة كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتحمل الكل وتغري الضيف وتعين على نوائب الدهر وتكسب المعدوم. يعني محل الشاهد هنا هو تكسب المعدوم. فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم فقيرا، هل ممكن أن يكسب فقيرا آخر يعطيه مال؟ إذن هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان صاحب مال. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل إلى مرحلة أخرى من حياته، وكان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذ ذاك 25 سنة، وكان عمرها 40 سنة. يعني كانت تكبر الرسول صلى الله عليه وسلم ب15 سنة، ولها ولد وبنت هند وهالة. هند وهالة هؤلاء هم أولاد السيدة خديجة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أنجبت السيدة خديجة من الرسول صلى الله عليه وسلم 6 ولدان، القاسم وعبد الله. القاسم وبه كان يكنى الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد الله. عبد الله ولد بعد البعثة، والقاسم ولد قبل البعثة وتوفي وهو صغير. وكان له 4 بنات، رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة. هؤلاء بنات الرسول صلى الله عليه وسلم الأربعة، توفوا جميعهم في حياته ما عدا فاطمة، توفيت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ب6 أشهر. وانقطع نسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من فاطمة، وإلا من الحسن والحسين فقط. يعني كل الموجود الآن يعني مثلا ينتسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إما يعود إلى الحسن أو يعود إلى الحسين، ليس هناك يعني نسب آخر يعني يتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم. السيدة خديجة طبعا عاش معها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا أيضا قضية نريد أن نشير إليها، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح له الله تبارك وتعالى أن يتزوج أكثر من 4. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 زوجات. هناك من يحاول أن يجعل هذا مغمز في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان كثير الزواج، أنه كان يحب النساء وعلى ذلك. لكن هناك دليل بسيط نستطيع أن نرد على من يتكلم في هذا. نقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عمره 25 سنة، وهو شاب، تزوج امرأة تكبره سنا. فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم باحث عن متعة، هل كان يذهب إلى أو يبحث عن ماذا؟ عن غيرها. وهل كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان باحث عن متعة عندما عرضت عليه قريش
أن يزوجوه أو يختار من نساء قريش ما يريد لو كان باحث عن متعة، هل يرفض هذا الطلب؟ إذن هذا كذلك أيضا جميع زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتزوجهن، كل واحدة كان لزواجه منها سبب. يعني أول امرأة تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد السيدة خديجة السوداء، وسودة كانت تكبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أكبر سنة من الرسول صلى الله عليه وسلم، امرأة كبيرة تزوجها عمرها فوق 50. لماذا تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنها كانت في محيط كله يعني على شركهم ووثنيتهم، وزوجها توفي في الحبشة فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. المرأة الوحيدة التي تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بكر هي السيدة عائشة، وتزوجها مكافأة لصديقه الوفي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حفصة بنت عمر بن الخطاب تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما استشهد زوجها في أحد، وعرضها عمر على أبي بكر وعرضها على عثمان فلم يقبلوها. وكذلك أيضا وقس على ذلك كل يعني زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان باحث كما يحاول أن يقول باحث عن متعة لاستطاع أن يتزوج من النساء ما يشاء، وقد عرضت عليه قريش ذلك لكنه صلى الله عليه وسلم رفض ذلك. ومن الحكمة في تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم هو حفظ الدين، لأنه كثير من الأحكام الشرعية وخاصة القضايا المتعلقة بالأسرة أين جاءت؟ عن طريق زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهن متفاوتات في حفظ، فأكثرهن حفظا كانت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. إذن جميع أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم أمهم السيدة خديجة ما عدا إبراهيم، أمه مارية القبطية وهي من مصر. وأيضا نقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، أوصى بأهل مصر خيرا، قال إن لهم نسبا ورحمة. ما هو النسب؟ ما هي علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم بأهل مصر؟ من يذكرني؟ احنا ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابن إسماعيل، صح ولا لا؟ إسماعيل من هي أمه؟ من مصر، صح ولا لا؟ وكذلك أيضا إبراهيم من هي أمه؟ ابن الرسول صلى الله عليه وسلم. ماريا من أين؟ من مصر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بأهل مصر خيرا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة خديجة. هناك طبعا بعض الأحداث التي حدثت بعد زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة، وهذه الأحداث نذكرها لا يعني لا قبل يعني قبل بعضها قبل زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة وبعضها بعد زواجه، وهي ثلاث نقاط نعرج عليها نذكرها قبل أن نصل إلى بداية الدعوة. النقطة الأولى التي نريد أن نشير إليها هو حلف الفضول. حلف الفضول، هذا الحلف الرسول صلى الله عليه وسلم امتدحه، قال لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. هذا الحلف ما هي يعني بنود هذا الحلف، وما هي أسباب قيامه، ولماذا امتدحه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل هو قابل للتطبيق في واقعنا؟ يعني وهذا الحلف أفضل الأحلاف التي كانت موجودة في الجاهلية قبل الإسلام. هذا الحلف حلف الفضول له سببين، أسباب أو سبب كامن وسبب مباشر. السبب الكامن أنه وقع بعد حرب الفجار التي وقع فيها ظلم، وقع فيها قتل للناس، وسميت هذه الحرب بحرب الفجار لأنها وقعت في الأرض الحرام وفي الأشهر الحرم. حلف الفضول هذا السبب، يعني كان هناك ظلم وكان هناك قهر. السبب الثاني المباشر أن هناك تاجرا من أهل اليمن جاء إلى أهل مكة وأخذ منه أحد شخصياته شخصية كبيرة يقال له العاص بن وائل السهمي، وهو من جبابرة يعني قريش، أخذ ماله ولم يدفع له الثمن. فهذا الرجل اشتكى مجموعة من قريش فلم يعني ينصروه، ثم صعد بعد ذلك على جبل ونادى يعني يا أهل الكعبة يا أبناء إسماعيل ما هذا؟ يعني إذا كان الظلم يأتي منكم أين نذهب؟
قام الزبير عم الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ يتحرك في إنشاء هذا الحلف، وتم إنشاء هذا الحلف الذي تم في دار عبد الله بن جدعان وهو من بني تيم، وامتدحه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: شهدت حلفا في دار عبد الله بن جدعان، لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. وهذا الحلف من أهم بنوده. ما هي؟ يعني البند الأول أن لا يتركوا في مكة مظلوما، وأن لا يتركوا في مكة ظالما مهما كان منصبه ومهما كانت مكانته، كذلك أيضا مساعدة الضعف. وهذا ممكن أن نطبقه في قرانا، في أماكننا، في بلداننا. والآن أتيح الفرصة إذا كان هناك مداخلة أو هناك سؤال من الإخوة أو من الأخوات. يعني أمس كان في سؤال: وين أبو منذر؟ يعني كان أمس في سؤال: هل السؤال عندك محتفظ به؟ طيب، كان هناك سؤال أعتقد أنه من بناتنا فوق، سؤال عن العرب، أقسام العرب. قل بأن النسابة قسموا العرب إلى ثلاثة أقسام: عرب عاربة، وعرب مستعربة، وعرب بائدة. العرب البائدة وليست بادية، العرب البائدة. والبائدة معناها الهالكة. وقد ذكر الله تبارك وتعالى بعض أقوام العرب الذين أهلكهم، مثل عاد ومثل ثمود ومثل يعني القبائل التي أهلكها الله تبارك وتعالى ومذكرة في القرآن الكريم. والعرب العاربة هم أصل العرب، والعرب المستعربة هم ذرية إسماعيل عليه السلام. هناك سؤال آخر لا يحضرني، لكن هذا يعني السؤال أعتقد أنه كان عند الأستاذ أبو منذر. هل في سؤال عند الشباب أو مداخلة؟ تفضل لو سمحت المايك. نعم، بارك الله فيك. تفضل 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 هنا سمعت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالي هو قصة بحيرة الراهب، من ناحية السند قصة صحيحة؟ طيب، بالنسبة لقصة بحيرة الراهب أخرجها الإمام الترمذي، قصة بحيرة الراهب أخرجها الإمام الترمذي، وهي العلماء قالوا بأن فيها نكارة في كلمتين، وهي: أرسل أبو بكر معه بلالا. أما غير ذلك فهو صحيح. يعني هذه العبارة يعني جاءت القصة، طبعا أخرجها الإمام الترمذي في جامعه أو في سننه كما يحلو للبعض أن يقول، أو في صحيحه كما يسميه البعض. يعني لكن هناك يعني السند ليس فيه مشكلة، لكن هناك نكارة في المتن. هذه النكارة في المتن ما هي؟ قوله جاء كما في القصة: أرسل معه أبا بكر بلال. أما باقي القصة فهو يعني صحيح، النكارة بس في هذه الكلمة: أرسل معه أبا بكر بلال. وقضية تكلم عليها الإمام الذهبي وقال بأن بلال قد يكون لم يولد بعد، وأبو بكر كان أصغر سنا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يتوقع أن يكون أبو بكر أصغر سنا من الرسول صلى الله عليه وسلم ويرسل معه بلال. وعلى أن بلال أيضا صلته بأبي بكر الصديق تمت بعد ذلك. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. فيه سؤال أو عدة أسئلة. السلام عليكم. يعني كتب السلام عليكم، وأنا أقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال يقول: ما درجة صحة حديث استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي؟ الحديث صحيح. وكذلك الحديث الذي يقول: إنه في النار، لما سئل عن رجل مات في الجاهلية ثم لما رأى في وجه الرجل قال: إن أبي وأباك في النار. طبعا هذا الحديث العلماء يوجهونه، يقول بأن المراد بالأب هنا هو العم، لأن عبد الله لم تصله، يعني مات في الفترة. وهو السؤال الثالث: وما حكم من مات في الفترة ولم تبلغه الدعوة؟ يقول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول العلماء بأن الفترة امتحنون، فمن أراد الله تبارك وتعالى به خيرا نجح في الامتحان، ومن لم يرد به ذلك سقط في الامتحان. الله أعلم.
تفضل تفضل هنا. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قرب المايك منه. سؤالي، هل أبو هيرة راهب هل أدرك الإسلام أم مات قبل الإسلام؟ نعم، يعني بالنسبة للبحيرة، يعني هل بحيرة يعني أدرك الإسلام، وهل يعتبر تصديقه بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر على أنه مسلم؟ طبعا بعض النصارى ماتوا على الدين الحق، والقرآن الكريم تحدث عن ذلك، تحدث أن ومن أهل الكتاب من يؤمن به، يعني يؤمن بالقرآن ويؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه يعني لا نجد أخبار تحدث أن بحيرة بالذات على أنه أدرك الإسلام، لكن يعني كان مؤمن أن هناك رسول، يعني وهذا الرسول مواصفاته عنده، ويعني لا ليس عندنا خبر على أنه فعلا أدرك الإسلام، لكن بعض أهل الكتاب كانوا مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. قرب المايك. شكرا لكم. أيوه. حياكم الله. من فضلكم، تحدثتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بقولكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فقيرا، خلال سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي عنها والدها ولم يترك لها شيئا من المال، ما الحكمة في ذلك؟ شكرا. طيب، يعني مثلا بالنسبة لي هناك حقيقة بعض الإخوة، بعض يعني قراء السيرة، وأنا عندي كتاب، يعني كتاب لو أتيتني في المكتب ممكن أن أعيرك الكتاب. هذا الكتاب يتحدث عن أموال الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه لم يكن فقيرا، والمال يعني كان عنده، وكان يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم وورث مالا، يعني حتى أن بعض الروايات تقول بأنه ورث قطيع من الغنم وورث قطيع من الإبل، وحتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له دار ورثها من أمه، يعني الدار التي ورثها الرسول صلى الله عليه وسلم من أمه حتى هذه الدار ما زالت موجودة حتى الآن، يعني فيها مكتبة الآن، فيها مكتبة المكان الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي دار للرسول صلى الله عليه وسلم ما زالت موجودة، وطبعا تناقلها الأشخاص اشتروها في الفترة، يعني طبعا عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وهاجر المسلمون، قريش استولت على ممتلكاتهم، ولذلك لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة سأله العباس في أي دور تنزل، قال هل ترك لنا قريش من رباع، يعني بمعنى أنهم أخذوا الدور كلها، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان له مال، لكن ماله لم يكن إلا مسخرا للخدمة، كما كان مال السيدة خديجة، كانت ثرية، لكن مالها في الحصار الذي فرض على بني هاشم طبعا أنفقته كله، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده ماله، حتى أنه بعد في المدينة الفترة المدنية كان بلال، سيدنا بلال رضي الله عنه يتاجر للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هو خازنه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه شخص يسأل شيء يرسله إلى بلال، فيعني لم يكن فقيرا كما هو معروف. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، وأقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم.